تعديل آخر من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم المادة 6 البند 1 من مشروع قانون المالية. الكلمة لأحد مقدمي التعديل، سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير، المجموعة النيابية تقدمت بهذا التعديل بإضافة مادة، وهو من في البحث عن الموارد الجديده، لان في اطار الاجوبه ديالكم على التعديلات السابقه ديما كتهضروا على التكلفه. اليوم جبنا هذا التعديل من اجل يعني البحث على موارد جديده لتمويل التكاليف العموميه وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق واحد العداله جبائيه، وكذلك الهدف منه هو الحد من الفوارق الاجتماعيه، وكذلك الحد من الغناء الفاحش لبعض بعض الاشخاص اللي اليوم من واجب التضامن. اليوم هذا دين على الاجيال ديالنا من اجل تحقيق واحد العداله اجتماعيه داخل المغرب. وشكرا. سيد الوزير. نفس الموقف. نفس الموقف. هذا التعديل فيما يخص يعني زيادة ضرائب جديدة خصها دائما يعني واحد التدقيق فيما يخص يعني الدراسة ديالها قبل ما يمكن توافق عليها الحكومة، وبالتالي غير مقبول في الوقت الراهن. أريد تعديل للتصويت سيدة الرئيسة بتركيز كما بتركيز شديد. سيد الرئيس، السيد الوزير، كنا نأمل بأنكم تعاملوا إيجابيا مع هذا التعديل اللي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لأن كنعتبروه تعديل جوهري في مشروع القانون المالية. علاش؟ لأنه غير في إطار تفعيل ديال واحد المبدأ، مبدأ التضامن اللي هو مبدأ دستوري، وكنعتبروا نفسنا اليوم حنا في واحد الظرفية، واحد المناخ اللي فيه تنامي ديال الطلب الاجتماعي، فيه طلب على المدرسة العمومية، فيه طلب على التشغيل، فيه طلب على هذا، وبالتالي كنا كنعتبروا اليوم كان الاوان باش يكون واحد انخراط جماعي، انخراط ارادي لكل فئات هذا المجتمع، لكل مكونات المجتمع، وكانت غتكون واحد الفرصه شكراً ديال المصالحه ديال الفئات الميسوره مع اوسع فئات. شكرا. شكرا السيده الرئيسه. اعرض التعديل للتصويت. الموافقون. المعارضون. الممتنعون. لا أحد. الموافقون 64، المعارضون 162، الممتنعون لا أحد. دائما في إطار مناقشة نفس المادة، ورد بشأنها تعديل واحد من نائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي. سيد نائب. شكرا. هذا التعديل فيه شقين. الشق الاول كيتعلق بواحد هذه المساهمه اللي جابتها الحكومه السنه اللي فاتت لمده سنتين. حنا كنقترحوا تبقى هذيك المساهمه، مساهمه استثنائيه على الشركات، ولكن نضيفوا نبداو من 20 مليون درهم الى 40 مليون درهم بواحد السعر ديال 1%، ويبقى على السعر اللي اقترحته الحكومه ومطبق حاليا ديال 2.5% بين 40 مليون درهم الى 100 مليون درهم، وفوق 100 مليون درهم يطبق السعر ديال 3%. وكذلك بالموازي مع هذا هذا طبقا لتوصيات ديال واحد المهمه استطلاعيه اللي دارت في البرلمان وتصريحات كثيره وكثيره جدا، تطبيق واحد السعر ديال 5% على رقم المعاملات ديال الشركات المحروقات غير سنه واحده، كنقولوش الى الابد، سنه واحده. هذا التعديل اللي قبلتيه يمكن له يدخل الدوله الميزانيه الدوله 5 مليار درهم السيد الوزير، وكنقترحوا هاد 5 مليار درهم تخصص ل باش ما تدخلوش في هذيك السياسه ديال تفويت المؤسسات ديال الدوله وتفويت الشركات العموميه. فهذا تعديل معقول، كنتمنى مره اخرى تقبلوه. سيد الوزير. كاين تفضل. فيما يخص المحروقات يعني تحدثنا عليها فيما قبل، في الشق الاول كيتحدث على
الجانب الأول اللي فيما يخص المساهمة التضامنية، التضامنية ديال الشركات، فهي خلقناها سنة 2019، وكان تعهد من الحكومة في اسمح لي، وكان تعهد من الحكومة ب يعني مقتضى القانون ديال 2000 المالية ديال 2019 بأنه غادي تكون فيها سنتين، وبالتالي خصنا نحترموا أولا نحترموا هذا المقتضى، لأن إلا درنا تعهد مع الفاعلين الاقتصاديين لليوم تخلصوا 2.5% زيادة على الضريبة على الشركات، وللتذكير فما حتى الشركات اللي كتخلص 37% اليوم اللي تنتحدثوا عليها بحال الأبناك والشركات التأمين وإعادة التأمين إلى آخره، هذوك تيخلصوا 37% وزدنا عليهم 2.5%، بالتالي تيخلصوا تقريبا 40% ديال الضريبة على الشركات. وبالإضافة لهذا الشيء ملي كيبغيو يديروا يعني توزيع الأرباح تيخلصوا 15% من داك الشيء اللي كيبقى، يعني وبالتالي كيخلصوا مجملا 50%، لأن 60% كتخلص فيها 15% كتبقى يعني 9% كتزاد على 40% هي 50%. ما يمكنش نطلبوا يعني ملي كتفوت 50% كندخلوا في الكونفيسكاسيون، ما كتبقاش يعني الضريبه كتولي يعني وبالتالي حنا كنقولوا بعد تدوز هاد العامين ويمكن الانسان يفكر في تدبير اخر تضامني. فاش كنا جبنا التدبير ديال 2.5% واللي تيدخل 2 مليار ديال الدرهم سنويا، هاد التدبير يعني جاوا فيه اقتراحات عده من جميع الفرق، يمكننا نخموا عاوتاني في يعني في السنوات المقبله شنو يمكن له يكون الا كان فيه يعني الالزام او يعني لموارد اضافيه. رمشة عين. هذا رمشة عين. شكرا السيد الرئيس. لا غير فقط السيد الوزير باش نبقاو حنا معقولين ومسؤولين، ما كنقترحش نعاون نجيبوا شي ضريبه جديده، غير هذيك الضريبه اللي جات لمده سنتين نعدلوها شويه لسنه واحده. هذا هو الاقتراح. ولكن الجانب الثاني اللي تكلمت عليه هذيك 15% زائده، راه باش زعما عاوتاني الناس يفهموا كل شيء، راه ماشي على الشركات لي ديفيدوند، على هذاك السيد الشخص هو اللي يخلص عليه هذيك ضريبه على الدخل، ماشي ضريبه على الشركات، ضريبه على الدخل ما تخلص لي ديفيدوند. وهذا غير عادل، هو كيخلص 15% عطاه بصحته وراحته وخلى ليه باه ولا شي حاجه شي فلوس وعنده دي ديفيدوند كيخلص 15%، ولكن الاجر اللي ما خلى ليه باه حتى شي حاجه كيخلص 38%، واش كتعتبروا هذه عادله؟ شكرا. اريد التعديل للتصويت. الموافقون؟ الموافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ الموافقون 11، المعارضون 162، الممتنعون 53. نفس المادة، ورد بشأنها تعديل آخر من نائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي. سيد النائب. شكرا، سأختصر في هذا التقديم. هذا التعديل قدمناه العام اللي فات، وكاين واحد الخطأ مادي في المادة، حيت احتفظنا بنفس الرقم ديال العام اللي فات ديال المدونة، فكان معذرة. هذا التعديل هو ضريبة على الثروة، ولكن ضريبة على الثروة جد معقولة السيد الوزير. شوفوا الأرقام والأسعار اللي كنقترحوا انطلاقا من 5 مليون ديال الدرهم 0.1% من الثروة، فبالتالي زعما واحد اللي عنده 5 مليون درهم غيخلص 5000 درهم في السنة. هذا التضامن لا كان كله يدخل الميزانية ديال الدولة 4 مليار ديال الدرهم. هذا دراسة قمنا بها، ولكن كنعاون نركز الشيء اللي طلبتها من الحكومة، هي توفرنا هذيك المعلومات حول الثروات العقارية ديال البلاد، ماشي بالأسماء، حيت تروجات الهضرة بأن كنقلبوا على الأسماء ديال الأثرياء، لا 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 لا، غير نعرفوا 0.1% من الأثرياء شحال عندهم كممتلكات عقارية وشحال القيمة ديالها، وحنا غاديين حتى نعرفوا شحال المغاربة عندهم كممتلكات عقارية. وشكرا. سيد الوزير. هو هذا الفكرة ديال الضريبة على الثروة جات يعني حتى في المناظرة ديال الوطنية للجبايات، واللي تيخص يعني في التدقيق فيها والدراسة ديالها من طرف سمو، ويشوف الآثار ديالها يعني على حتى يعني الكومبورتمون ديال الملزمين.
وبالتالي حنا يعني في اطار مشروع قانون الماليه اليوم يعني يصعب يتحدث عليها الانسان، وبالتالي غير مقبول. اريد التعديل للتصويت، الموافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ الموافقون 2، المعارضون 162، الممتنعون 63. أعرض المادة 6 على مازال ولكن نهيها كما جاءت في مشروع قانون المالية، وبعد ذلك سنمر إلى بعض التعديلات المتعلقة ببعض الفروق، ستكون مادة 6 مكررة. مادة 6 هذا ما توصلنا به سيد لا الرئيس. لا سيد الرئيس، باقي تعديل ديال فريق الأصالة والمعاصرة في المادة 123 الخاصة بالإعفاءات، وداخل المادة 6 مدونة الضرائب، ما يمكنش نصوتوا على المادة قبل ما ندوزوا التعديل. أنا آسف، ما توصلت به يتوقف عند آخر تعديل، ولكن هذا لا يمنع. نعم، لكن تعديلات بعد المصادقة على المادة 6 كما جاءت في قانون المادة في دائما في سياق مناقشة المادة 6 دائما. تفضل سيد الرئيس. دابا السيد الرئيس درتو واحد المنهجية ديال التصويت باش تختصر مزيان، غير المادة السادسة كما جاءت في القانون فيها 4 فيها 5، واحد روماني، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهادو كلهم في جوج روماني اللي تابع المادة 6 راه كاينة هاد المواد. فلذلك السيد الرئيس غير هادشي اللي تفضلوا به السيدات والسادة النواب راه كاينة في المادة 6، أطلب باش يتقدموا عاد ندوزوا المادة 6 كما جاءت في مشروع قانون المالية. شكرا. تفضل. تفضل سيد الرئيس. باقي تعديلين، السيدة النائبة هي الأولى. السيدة النائبة تفضلي. تعديل في المادة 91 بخصوص الإعفاء دون الحق في الخصوم، وخصوصا المادة 3 التي تقول الخدمات التي تنجزها مقاولات تأمين وإعادة تأمين والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليها في هذه المادة، تمت إضافة وكذا العمولات والمكافآت التي تدفعها هذه المقاولات لكل عون أو وسيط أو سمسار نظرا للعقود التي يقدمها. تم اقتراح إعفاء عمولات وسطاء التأمين للأسباب التالية: على خلاف المهن التي تنفذ معاملات تتم محاسبتها للمستهلك النهائي على وجه التحديد، لا يتقاضى وسطاء التأمين مكافآتهم من حاملي وثائق التأمين مباشرة، ولكن يتقاضونها من مقاولات التأمين بموجب العقود التي يجلبونها، ويتم اقتطاع مبلغ هذه الكفاءة من قسط التأمين على شكل عمولة استنادا للمادة 9 من القانون مدونة التأمينات 99/17 الذي يدفعه الشخص المؤمن له، وها هي عملية غير منفصلة أو قابلة للفصل من عملية التأمين. وباعتبار هذه العمولة إحدى مكونات قسط التأمين الخاضع حصرا للضريبة على عقود التأمين مرة واحدة، فإنه يجب ألا تخضع هذه العمولة لتضريب إضافي من خلال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. شكرا. سيد الوزير. اولا هذا الضريبه على القيمه المضافه ديال وكلاء او وسطاء التامين هي متواجده منذ عقود، ماشي جابها شي يعني ماشي مقتضى ديال هذا القانون الماليه. ثانيا يعني عندها كتمكن من موارد الدوله ما بين 350 و400 مليون درهم سنويا، وبالتالي طلب الاعفاء ديالها غير مقبول. تفضل سيد نائب. السيد الوزير اتفق معك بانه هي كاينه منذ عقود، ولكن هذا الحيف كاين منذ عقود، هذا الحيف اللي علاش نهضروا راه كاين منذ عقود، خصوصا انه هذا تضريب مزدوج، سي اون دوبل تاكساسيون، وهذا الشيء يقرون به حتى في اداره الضرائب انه هذه كانت تي بي اس قبل
وتحولات التيفيا ولا تيفيا. هاد الناس ماشي مستهلكين نهائي، سو سون با دي كونسوموتور فينو. ضيف الى هذا السيد الوزير بان هاد لا تيفيا بالنسبه للمكاتب المباشره اللي عند الشركات لي بيرو ديريكت راه ما تيخلصوهاش، فلهذا احنا تنعتبروا بانه هذا راه ماشي اعفاء، هذا تصحيح لواحد الحيف اللي هو استمر منذ سنين، علما بان هناك عدد من الدول اللي تخلات على هذه المساله هذه بحكم انه كاينه بعدا في قسط التامين، يعني هذاك ديك الضريبه راه كاينه موجوده في لا بريم توتال. شكرا. اعريد التعديل للتصويت. الموافقون شحال؟ المعارضون الممتنعون اثنان، الموافقون 63، المعارضون 162، الممتنعون اثنان. دائما في سياق المادة 6 لكم الكلمة السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. التعديل فيما يخص المادة 123 المتعلقة بالإعفاءات، والسيد الوزير تشبتنا باش نطلعوا على التعديل للجلسة العامة لتوضيح مجموعة من الأمور، خصوصا وفي إطار التضامن الحكومي سيد وزير الطاقة والمعادن خلال جلسة في مجلس المستشارين بعد مرور قانون المالية السنة اللي فات، صرح للعموم بأن سيتم إعفاء منظومة الري كاملة بالنسبة للفلاح. سيد الوزير، الإجراءات اللي جبتوها الضريبية فيما يخص الفلاح هذه السنة نوضحوها لكم ونوضحوها للسادة النواب. حتى الإعفاءات اللي كانت عند الفلاحة فيما يخص لي بومب إميرجي، لي موتور كومبوستيبل، راه تراجعت عليها الحكومة وضربتها هذا العام، مع إضافة الجملة 57 المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل الطاقات المتجددة والمستخدمة في القطاع الفلاحي. وهذا السيد الوزير راه مغالطة للرأي العام، ليس هناك أي إعفاء، لأن اون بومب إميرجي بومبا اللي كتخدم بالضوء راه كتخدم بالطاقة الشمسية، يعني غنضيفوها واحد المحول كيتسمى الكونفرتيسور وغادي تخدم. يعني تناقض تام مع ما جاء في تصريح السيد وزير الطاقة والمعادن. وسمعوا الفلاحة، وإلا كنتوا فعلا باغيين تشجعوا الفلاح على استعمال الطاقة الشمسية يجب إضافة الألواح الشمسية، لأن هي اللي مازال ما معفياش. أما البومبا راه كانت معفية في 2019 وحيدتوا لها الإعفاء هذا العام. أنا كنقول هذا الكلام باش يوصل للفلاحة، لأن الشركات اللي كتعمل في القطاع ملي كيمشي عندها الفلاح كيقول لي راه قالوا لنا في التلفازة، كيقول لي مول الشركة سير شريها من التلفازة. هي هادي السيد الوزير كيقول لهم راكم معفيين، وهذا العام زادت 20%، ما عرفتش شكون اللي غادي نتيقوا، واش الحكومة ولا وزير المالية ولا وزير الطاقة والمعادن. سيد الوزير، أولا كاين جوج نقط. النقطة الأولى هي ما خصش تكون المزايدة فيما يخص يعني كل ما يهم يعني الالتزام ديال الدولة والمواكبة ديال القطاع الفلاحي، ربما هو اللي كيستافد بأكبر عدد من تحفيزات يعني فيما يخص مخطط المغرب الأخضر إلى آخره. حنايا عندنا لاحظنا بان واحد العدد ديال المنتوجات اللي تيتم الاستيراد ديالها للمغرب فيها استعمال مزدوج، وبتوافق مع الوزاره المعنيه حيدنا واحد العدد ديال المنتوجات وخرجناها، وقلنا بان علاش استعمال مزدوج، لقينا بان بالمعدل ثلثين ديال داك ديال الواردات كتمشي لغير القطاع الفلاحي وكتستافد من الاعفاءات الضريبيه بصفه عامه. وباللي تصحيح هذا الموضوع، اللي تصحيح، أول اتفقنا بأن الوزارة بقرارات في إطار التحفيزات اللي كتعطى مباشرة للفلاح اللي غيجي بالوثيقة بأنه خلص غنرجع له فلوسه. أما ذاك اللي غادي يمشي يهز البومب ويديرها في لابيسين، هذاك معلاش غيستافد من الإعفاء؟ ما عنده لاش. شكرا سيد الرئيس. بإيجاز إذا سمحت. سيد الرئيس، قلنا في الجلسه غيكونوا استثناءات خصوص بعض المواد. حنا هاد التوضيح السيد الوزير ما كنزيدوش عليكم به، حنا كنسمعوا جوج وزراء، انتم حكومه في اطار التضامن الحكومي، وزير كيجي للجلسه العامه ويقول بالحرف اعفاء منظومه الري.
منظومه الري واضحه. دابا هذا التوجيه اللي عطيته السيد الوزير راه كنعرفوا بانه، ولكن راه اداره الجمارك واداره الضرائب هما اللي خصهم يتبعوا المنتوجات، او يكون التزام من الحكومه بانه غترفع من نسبه الدعم اللي كاين في هذا القطاع في هذا المنتوجات، لانه راه غادي تكون تكلفه عاليه على الفلاح البسيط. وشكرا. والالواح الشمسيه ما جاوبتينيش على السيد الوزير، هي موضوع التعديل انا كنتكلم على الالواح الشمسيه من اجل تشجيع الطاقه، راه موضوع التعديل هو اضافه الالواح الشمسيه في 58 الا كنتو بغيتوا تشجعوا القطاع. اعرض التعديل للتصويت، الموافقون 63، المعارضون 62، الممتنعون 2، الموافقون 63، المعارضون 162، الممتنعون 2.